محمد بن حسن. كان عندي مركبة بريد بجانب السوق المركزية في المستير، حالتي صارت إزالته بدون وجه حق، فهمتني؟ وسبب هذا صار فيه تضرر كبير في المرش مستير بتاع الحوت، تضرر كبير. الناس ما عندهمش تلج، الناس يجيبوا الحوت الثلج بتاعهم من طبلبة في المستير كاملة، مدينة المستير كاملة عندنا زوز مركبات بريد في الميناء، معناها باش ياخذوا 2000 فرنك ثلج لازم يكري كهرباء ب 10000 باش يجيب 1000 فرنك ثلج. كنا وهو كان الثلج بحذاهم بجنبهم، حتى الحوت كان ديما فرشك. ما خلانا تو الموضوع هذا جماعة الصحة يجونا كان اثنين على الصباح يحلوا شوية ماء ويعملوا دلة ويروح أرواحهم. وقت اللي هو الحوت اللي ينتن باش ينتن، هو الحوت ينتن كيف ماش فوق الثلج، ما لقاو الثلج، وقتاش ينتن الحوت هو؟ ما ساعة نتاع النهار، ما ساعتين، وجماعة الصحة يجونا اثنين على الصباح، اثنين على الصباح مستحيل تلقى حوت منتن. حتى اللي عنده حوت منتن يخبيه، خاطر يعرف جماعة الصحة يجوا الصباح، يخرجوا العشية. هذه الدعوة جماعة الصحة والدعوة، وشكر شكر الكبير السيد رئيس البلدية اللي حرمنا من اللي حرم تجار السمك الكل. نحن نفرقونا علاش ما نثلجوش الحوت؟ علاش الحوت ما غرثلش؟ علاه هكاك؟ قولوا نفن ها برشا وسخ، اخرج قدام الواحد وتشم الريحة، ادخل مرشي شم الريحة، جاي رمضان علاش هكاك؟ والدنيا سخونة ما غرثلش، اغسل الحوت ما غرثلش. علاه نحن نفرقوا نتاع ثلج؟ علاه؟ مش حرام هكا؟ مساجك لشكون؟ مساج رئيس بلدية، رئيس بلدية مش لاهي بالمرشي.